اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا مطبخ سعودي. كل بلد من الدول العربيه الدول الغربيه عندهم اشهر الاكلات، في اكلات مميزه لما بنسافر وبنروح سياحه او شغل ايا كان بنستمتع بالاكله دي، زي اللي بيجي عندنا مصر ملوخيه بالارانب، الكشري بتاعنا، الفول بتاعنا، حاجات لطيفه وجميله. السليج من اشهر الاكلات العربيه، مشهور في كل الدول العربيه. وايه معنى السليج وايه هو السليج؟ السليج يا اما يتعمل باللحم الضاني او بالدجاج. معانا السليج بالدجاج النهارده، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. الاساسي بتاعه رز مصري، رز مصري وفراخ وتوابل عربيه. السليج يتعمل برز بسمتي؟ لا، ما ينفعش. معانا كمان اكله مشهوره وحلو مشهور في المطبخ السعودي او العربي اسمها المراسيعة. المراسيع تتعمل بالتمر او بالموز ايا كان منهما، ممكن نجمع ما بين التمر والموز فيهم، ولكن المراسيع لازم تتعمل بالدقيق الاسمر او الدقيق البر. معانا مقاديرها، معانا موز ودقيق اسمر وتمر او عجوه بتاعتنا من سينا والواحات الجميله. معانا كمان النهارده الايس كريم مانجا، هنعمله بالكنافه. كنافه بالمانجا وعرفناها، اما ايس كريم يتعمل مع الكنافه ده الجديد. معانا كنافه متحمره من رمضان، ومعانا الايس كريم مانجا، نشوف نعملها مع بعض ازاي. ممكن نضيف لها العسل، تبقى قيمه غذائيه عاليه جدا. مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل في الحلقه وفي افكار جديده، والمطبخ النهارده له مذاق خاص جدا بتوابله بمكوناته. خلينا نطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف ايه فكره عمل اكله مشهوره في المطبخ العربي اسمها السليج بالدجاج، ده المسمى بتاعها في اي مكان في الدول العربيه. تعالوا شوفوا الغازها ولغزها وايه حكايتها. مقادير على الشاشه، معانا رز مصري يتصدر القائمه الاولى في المقادير، فراخ او لحم ضاني، معانا التوابل العربيه وتصدر القائمه الثانيه ومهمه جدا، معانا اللومي والقرنفل والقرفة اللي هي الدرسين والورق اللورا والبهارات العربية، دي أساسي المطبخ العربي. دي من غيرها الكبسة يتيمة، من غيرها السليج ملوش طعم، من غيرها البرياني ملوش طعم، وهكذا. معانا بصل وتوم ده الإضافي، ومعلقة فلفلة حلوة مع الكشنة بتاعة السليج. وإيه الكشنة؟ اللي هي الخلطة اللي هنزين بيها السليج، حاجة كده بتتعمل مع بصل وتوم وهريسة ولومي، بتبقى لها طعم جميل وفيها حمودة شوية. هنشوف نعملها مع بعض إزاي. أول حاجة هسلق الفرخة عشان عايز المرج بتاع الفرخة. عندنا ماء مغلي، فرخة مسلوقة قصدي مغسولة وجاهزة، بناخدها زي ما هي كده، بنسقطها في الماء المغلي، المية بنحط لها شوية بهارات، وحذاري إنك تحطي توابل تغير لك لون الشوربة، لأنه يفضل إن الشوربة دي يبقى لونها أبيض عشان السليق بيبقى لونه أبيض، لأن في المقادير عندنا لبن رايب، البعض بيستخدم زبادي وده اختياري، يا لبن رايب يا زبادي. ده فلفل وملح، هنحط البهارات السليمة مش البهارات الناعمة عشان تدي طعم للمرق بتاع الفراخ. عندنا القرفة اللي هي الدرسين، عندنا اللومي اللي هو الليمون الجاف، عندنا ورق لورا ده مهم جدا، عندنا قرنفل اللي هو المسمار، الطعم بتاعه حلو جدا في المرق سواء لحمة أو فراخ. معانا الحبان اللي هو الهيل، ويفضل الهيل الأخضر، طعمه بيبقى حلو وطازة، ما تجيبيش الناشف، الأخضر لما تفرميه كمان يبقى حلو، ريحته قوية جدا. دي التوابل بتاعت سلق الدجاج. هنحط طماطم؟ لا. هنحط صلصة طماطم؟ لا. أي توابل هتغير لك لون الشوربة مش عايز، لأن احنا عايزين المرق هنا لونه أبيض. ونسيب الفرخة تستوي، ومعانا وقت من سليق الفرخة، عندنا شغل تاني. نبدأ نحط الكشنة على النار اللي هي بصلة ناعمة، تومة ناعمة، مع شوية زيت وشوية سمنة في طاسة زي دي كده، نحطها هنا مكانها فين يا عم الشيف، هنخليها هنا قدام حضراتكم. حلو، ونولع عليها النار كده. مهم جدا كمان هنا الكشنه دي تتقدم مع السليج. ليه يا شيف؟ علشان هو اللي بيفتح الشهيه، من الحاجات اللي مشهوره في المطبخ السعودي.
ولع يا عم النار. حلو اهو. طب نخلينا شغالين هنا معانا دي يا شباب هنا كده تمام زي الفل. نحط معلقه سمنه. طيب تمام هنحط معلقه سمنه ونحط البصل بتاعنا الجميل بالشكل ده كده. استنى على البصل دي ما تاخد لون. السر في الكشنه البصلايه تاخد لون، وهي بتاخد لون يا عم الشيف نكسر عليها اللومي اللي هو الحامض. حامض عنه يقول الليمون ده كده. اخواننا في السعوديه اللي بيشوفونا في الخليج عارفين الموضوع ده اهو. دي اساس الكشنه، تكسير الليمون في الكشنه بيدي مزازه وبيدي حموضه. حلو. ما تحطيش طبعا توابل سليمه عشان التوابل دي ما تجيش تحت سناننا. اللومي كده ونحط البهارات الحلوه دي كده الناعمه، ما يتحطش بهارات خشنه. فلفل اسود، شويه كاري، شويه بابريكا، شويه كمون، كزبره، كل ده على البصله يا شيف، كل ده على البصله. نخليها تستوي كده بالتوابل. هي دي الكشنه. بعد ما بتستوي بنجيب طماطم بنقطعها كريهات او عصير طماطم بنسقطها عليها. ده عنوان السليج. دي لما بتستوي بقى بناخد وهي بقى ونغمس السليج. بس طبعا لسه احنا ما وصلناش للمرحله الاخيره. نسويها كده على النار. حلو. ممكن يا شباب تطلعونا فاصل بعد اذنكم؟ يلا خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اسرار عمل السليج من المطبخ العربي، كمان المراصيع بالموز والتمر بتاع سينا والواحات الجميل، وما ننساش الكنافه بالمانجا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع فرخة وزنها كيلو 2 كيلو، يعني أي فرخة كويسة بتبقى عاملة كيلو ونص تقريبا. كل ما كانت الفرخة متوسطة الحجم كل ما خدت منها الشغل اللي انت عايزاه، سواء تسحبيها تعملها شاورما، تعمليها سليج، تعمليها مع شوية ملوخية حلوين. فرخة في قلب النار مع البوكي جرنيه. ايه البوكي جرنيه ده عم الشيف؟ بصلاية حلوة، تومة حلوة، البهارات العربية اللي هي أساس المطبخ العربي، قرن فلفل حار. شايفين الفرخة كده في جنينة من الورد، في حديقة من الخضروات الحلوة. بتتسلق عشان عايز شوية مرج أو شوربة متوسع عليهم، عشان السليج حاجتين أساسيين فيه، المرج بتاعه سواء مرج لحم ضاني أو مرج دجاج مع الرز المصري، هو ده. هنسيب الفراخ تستوي نشوف الكشنة أخبارها إيه. طبعا في الفاصل اللي طلعناه الصغير البصلاية خدت لون مع التوابل العربية والحباية اللومي في قلبيها بتدوب طبعا وتديني المزازة. بننزل بشوية توم صغيرين في قلب الكشنة، والتوم ينزل في اللحظة دي ما يتحمرش عشان يدي فليفر وطعم عالي. بننزل بالفليفلة الحلوة. الكشنة دي هي أساس السليج. دي معلقة فليفلة ما تكونش حامية. بننزل بشوية طماطم مبشورة أو طماطم متقطعة كالكاسيه مكعبات. دي اللي هنغمس بيها السليج ونقلب ونسيبها على النار تتسبك. وهي بتتسبك بنغذيها شوية شوربة من المرج. حاجة كده لطيفة وجميلة بناخد بيها ونحط على الرز المصري اللي هينطبخ دلوقتي باللبن الرايب او بالزبادي مع مرج الدجاج. اعتقد انا بشرح شرح نظري وانا شغال وعملي في نفس الوقت. اوطي النار على السليج ده، قصدي على الكشنه. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم زي الفل. واسيبها على نار هاديه تتسبك. وهي بتتسبك بسقيها شويه شوربه.
دول حلوين قوي، واسيبها على النار كده تعيش مع نفسها. تسمح لي اغطي الحله عشان الفرخه دي تستوى بسرعه؟ انا عارف انك بتحب الصوره الحلوه دي بمحتوياتها. كشن لطيفه وجميله ازاي؟ الفرخه اخبارها ايه؟ اهو. حافظي على الشوربه او المرق بتاع الفرخه يبقى لونه ابيض عشان ما يغيرش من لون السليق، لانه هيطبخ باللبن الرايب. اهو نغطي الحله وتعالوا على الفرخه دي ما تستوي، نعمل حاجه صغيره كده واحنا شغالين مع بعض، نعمل العجينه بتاعه المراصيع. نشوف المراصيع على الشاشه بعد اذن حضراتكم. المراصيع مكوناتها كالاتي: دي اسمر بر، هقول المسميات بتاعته في كل المطابخ العربيه عشان نبقى عارفينه. دي اسمر بر او دي اسمر او دي او دي دي البر، ده المسميات بتاعته. معانا موز، ومعانا كمان تمر او عجوه بتاعه سينا او الواحات، احنا عارفينها بتلاقوها عند الراجل الفكهاني، بتتجاب بتفكيها بشويه سمنه او بشويه زبده. دي التمر، دي العجوه لطيفه وجميله. مش موجود ده، بتجيب التمر تخليه من النوى وتحطيه على النار مع معلقه سمنه وتسيحيه. تاني مهمه جدا اللقطه دي علشان الموضوع ده مهم جدا، التمر او العجوه. في عجوه بتبقى عند اخواننا بتوع الخضار بتاعه سينا والواحات، دي بتبقى كده عامله زي الهرم، بنقطع منها بنسيحها. دي لو موجوده يبقى فله شمعه منوره، اما مش موجوده بنجيب التمر نشيل منه النواه ونسيحه على النار ونهرسه ونحط له سمنه او زبده، نوصل للشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. نعمين اهي. طيب ده بالنسبه للتمر، انا حبيت بس اركز على الحته دي عشان المراصيع اساسها التمر، واحنا عارفين كل الدول العربيه مشهوره بالتمر وانواع التمور. واحنا عندنا في سينا والواحات احلى تمور بنصدرها لكل دول العالم. شفت العجوه دي؟ هي دي. هخليها على النار كده هاديه عشان هشتغل بيها دلوقتي. تعالوا نعمل العجينه مع بعض بتاعه المراصيع، ودي اهم حاجه. مكوناتها شفناها، بنجيب بوله لطيفه زي دي كده. بناخد الدقيق الاسمر بنحط شويه، بنحط عليهم رشه ملح صغيره، دي ما بتحطش عليها خميره، خميره ما بتحطش عليها، رشه ملح صغيره اهي. حلو الكلام. وميه دافيه، ونعجنها بالمضرب زي عجينه البان كيك بالظبط، كانك بتعجن عجينه البان كيك في القوام بتاع عجينه البان كيك. طبعا الدقيق الاسمر لوحده مش هيديني اللي انا عايزه، اقوم اعمل ايه بقى تركايه حلوه كده، معلقه دقيق ابيض صغيره كده بسقطها كده على الدقيق الاسمر اضافه، شكرا بس، واعجن العجينه بتاعتي. المراصيع ما تنفعش بدقيق الشوفان، بيسالوني في الكنترول ينفع بدل الدقيق الاسمر دقيق شوفان؟ ما ينفعش. ده الدقيق الاسمر وده موجود، اخفها شويه كمان. ممكن على فكره تعملها بالحليب لو انت عايزه، بس انا حابب اعجنها بالميه عشان يظهر طعم الدقيق الاسمر مع الموز والعجوه او التمر. شفت العجينه اهي، بسيبها طبعا تريح شويه العجينه مع رشه الملح، توصل لعمليه الاختمار يعني لمده 10 دقائق تقريبا بس. خلاص كده زي الفل. بنحط معلقتين من الزيت، وعندي طاسة صغيرة زي الفل. تمام بقت العجينة جاهزة اهي، تبص على القوام بتاعها. دي عجينة المراصيع، بتعجن شوية دقيق صغيرين كده زي ما انا عملت دلوقتي، وتخليها على جنب لمدة 10 دقايق، وانت شغاله في المطبخ بتعملي حاجه زي ما انا بعمل دلوقتي كده، بعمل سليق، بعمل محشي، بعمل بطايه حلوه، بعمل كبسه، بعمل اي اكله تانية، بشتغل واعمل ايه واحده ورا الثانيه كده وانا شغال زي الفل. نبص على القوام ده كده، الدنيا عامله ايه اهو. دي عجينه المراصيع بالموز بالتمر بالعسل زي ما انت حابه. هنخليها على جنب كده ونشتغل فيها بعد شويه. تعالوا نشوف الفرخه اخبارها ايه عشان السليك هياخد شغل مني كتير.
ايه الاخبار؟ اخبار الفرخه، مستقبلنا مع الفرخه الحلوه دي. نعم يا غالي يا راجل يا طيب، دي كبسه لو عملنا كده، كبسه بيضه. بيقول لي هننزل بالرز المصري على الفراخ، مخرج مش مطلوب منه ان هو يعني يكون يجيد المطبخ جيدا، ولكن يجيده ايه؟ ما احنا مش هنحط الرز هنا، لان حطينا الرز بقت كبسه، ولكن احنا هناخد المرق بتاع الرز نساوي فيه الرز. مرق الدجاج نساوي فيه الرز. انا عاجبني قوي الكشنه ولون الكشنه وطعم الكشنه وتركيبه الكشنه اهي. عايزاها سبايسي، بتقطعها قرن فلفل حار وتحطيها في قلبيها، هي دي اللي هتخليكي تاكلي السليق. حل على النار ونحط فيها الرز المصري بتاعنا. سبحان الله، اكلتين ما ينفعش ان احنا نقلب فيهم حتى لو رحنا اخر الدنيا. السوشي لازم يتعمل برز مصري، السليق لازم يتعمل برز مصري ونعم. ادي الرز على النار، بنحط له سمن بلدي ونحمصه شويه مع السمنه البلدي واقلب كده. تحميصه يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني الرز يشرب السمنه البلدي دي، لان المرق بتاع الدجاج دسامه قليله جدا، انما لو معموله باللحم الضاني. والله العظيم انا بكلمكم بالامانه، لما بخش جوه تفاصيل الاكله صحصحوا معايا وفهموا اللي انا بقوله، مهم جدا. انا ممكن الرز انزل بالشوربه وخلاص، الرز هنا هيبقى ضعيف الشخصيه، لازم الرز يبقى دسم بتاع السليج، عامل زي الرز المعمر كده. فازاي اجيب الدسامه واجيب الطعم؟ انا الفرخه ضعيفه الدسامه عشان تديني شوربه، انما لو بسلق شويه لحمه ضاني هيبقى فيه دهون وفيه طعم وفيه جو كده بتاع الشوربه او المرق، ده مش موجود مع الفرخه. والسليج قليل جدا اللي بيعملوه بالفراخ، بيعملوه دايما باللحم الضاني. فانا حطيت معلقه سمنه بلدي مع الرز، فالرز شرب السمنه البلدي، قويته دعمته بالسمنه البلدي، اصبح فيه الدسامه اللي انا عايزها، هو ده اللي انا عايز اوصله. هنقلب كده الرز ونحمصه بالسمنه البلدي اهو، حلو. استنى عليه لما السمنه تسيح في قلب الرز كده، النار هاديه بس هي شغاله زي الفل اهو. ونقلب ونقلب بالشكل ده كده، ساحت السمنة راحت مطرح ما راحت مع الرز اهي. فين السمنة؟ جيبها لي كده مخرجنا. دابت، بمجرد ما هي دابت الرز شربها اهي، حلو. وأقلب اهو، ما اعمل ايه يا عم الشيف؟ وانا شغال اخد الفرخة دي كده على النار الهادية، تعالي هنا يا حلوة، ونبدأ نشتغل على النار دي، حلو. ونحط شوية الملح الحلوين، ونمسك الرز كده نحمصه، ننزل عليه بالشوربة أو المرق. يستوي، خلي بالك المية هنا والشوربة زيادة، انت مش بتسلقه رز، انت بتعمليه فكرة عمل الريزيتو من المطبخ الطلياني، يعني مرق كتير، لبن رايب كتير، زبادي كتير. احط ميه، مش هستنى لان الرز ده هيشرب شوربه كتير على فكره. وازود الفرخه تاني ميه واحنا شغالين. انا عارف دلوقتي اللي جاي متاخر هيقول لك ايه الميه الكتير دي، الشيف هيعجن الرز منه. انا بعمل السليج، اللي فتح التلفزيون دلوقتي وجاي متاخر، انا بعمل سليج. سليج يعني الرز ده يبقى مهري في المرق، حلو الكلام. الفرخه دي عايزه لسه شويه ايه؟ شوربه، نسيبها على النار تستوي واحنا واقفين مع بعض. معايا براد ميه مغلي. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نكمل اكله مشهوره في المطبخ العربي اسمها السليج، مكوناتها رز مصري في القائمه الاولى ودجاجه وشويه حب. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل.
نشوف موضوع السليج. السليج لازم الرز يستوي ويشبع من مرج الدجاجة أو مرج اللحم الضاني أو الفخدة الضاني. أه وقلب كده من وقت للتاني. أه هيعجن منك عادي، خلي عندك ثقة في نفسك كده وعارفة إنك أنت بتعملي إيه. أه هيجي معاك وأنت شغالة حباية لومي ماشي، عود قرفة، فين القرفة هنا حبيبها؟ تكون في قلب الرز، تعالي يا قرفة، ورق لورا وماشي، الحاجات دي لازم تبقى في قلب السليج. أه قرن الفلفل ده عادي نحطه هنا. السليج بيبقى فيه له طعم كده وله شماخة المطبخ العربي وعظمة المطبخ العربي. حباية اللومي دي اخوتها، دي مش العيون دي ده مش بيض عيون، دي حاجة اسمها المراسيع. دي حباية القرفة اللي أنا عايزها، وأقلب كده أهو. شفت السليج ده؟ أهو. ليه سموه سليج؟ لأن الرز بيتسلق بحاجتين، مرج الدجاج أو اللحم الضاني واللبن الرايب. نقلب دي اسمها ايه؟ المرسيعة ايه؟ شفته؟ الله. هناخدها بعد كده نهرسها دي على فكرة مع الموز أو مع التمر. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد اللبن الرايب ده كده. بص بقى، بص هو ده السليج اهو، ده لبن رايب اهو. كامل الدسم قليل الدسم مش ده الموضوع. موضوع ان اللبن الرايب ده ينزل على الرز هو على النار. حلو؟ اه. انا مش عايز الساده المشاهدين يعني اخواننا في الدول العربيه عارفين انا بعمل ايه، لان اعتقد الاكله دي اساسيه. ولكن اللي بيشوفنا طبعا من اخواننا المصريين هيقول لك لبن على الرز وشوربه. زي المنسف كده. فكره المنسف ايه؟ الاردني او الفلسطيني او المنسف العربي. المنسف اكله من الاكلات العربيه بتتعمل في المناسبات الجميله، ولازم رب الاسره ورب العائله هو اللي يمد ايده الاول في قلب التميس او في قلب الصينيه او قلب الصدر بتاع المنسف. حلو، ده المسميات بتاعته. ولازم تكون ايده الشمال ورا ظهره وايد اليمين في قلب الصينيه. حلو، لازم الوقفه دي. المنسف له احترامه وله قيمه وله تقاليده واحنا بناكله. حلو الكلام. طيب المنسف ايه هو؟ المنسف اللحم بعد ما بيستوي بناخد اللحم نسقطه في اللبن، لبن الجميد اللي هو لبن الماعز المجفف. ما لقيناهوش بنجيب اللبن الرايب مع الزبادي ونقلبهم الاثنين مع بعض مع معلقه نشا، وكده وصلنا للهدف بتاعنا. شفتوا السليج على النار؟ اه بيدوب. يا عم الرز بلبن ايه بس؟ ما تزعلش منك يا فاروق، بياخدني ده مش رز، رز بلبن بيتعمل باللبن الرايب يا راجل يا محترم. انت مخرج شاطر جدا، سيب الموضوع لينا احنا. الرز بلبن بيتعمل بلبن عادي الحليب، انما ده لبن رايب حامض عنه يقول حامض او زبادي. بيقول لي شبه الرز بلبن. رز بلبن هتحط فيه فلفل حار؟ هتحط لومي؟ مستحيل طبعا. ايوه. طيب هنقلب كده. الفرخه بتستوي على النار. حلو، هتستوي الفرخه دي ولا مش هتستوي؟ اهو انا اخدها كده ندخلها الفرن. ايه رايكم؟ هنحط عليها شويه كشنه وندخلها الفرن ونخلص منها. تاخد لون، تاخد لون الاحمرار. تعالي يا حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخدها كده. الفرخه دي عايزه تتحمر، عشان بعد ما تتحمر اقصها اربع انصاص. تعالي وادخلها فين؟ الفرن. بس مش هندخلها الفرن لوحديها، دخلها الفرن مع شويه كشنه. شفت الشقاوه بقى؟ المطبخ. نفس القصه يحصل مع اللحم بتاع الايه السليج. ياخد الكشنه دي كده ويتحمر اللحم او يتجلجل او يتحمص، دي المسميات بتاعته عشان اللي بيتابعنا من كل الدول العربيه، ويخش النار. زي ما هو كده يا عم الشيف، هندخلها النار. بس جاي على بالي اخد شويه خضار من اللي انا حاطه، نعمل بلح الشام من غير ما ياخد بيض كتير يا امي. هنعمل كوبايتين دقيق بواحده بيضه بس، بس كتري البيكنج باودر شويه. دور البيكنج باودر او دور البيض بيخلي لك العجينه هشه. هنجيب كوبايتين دي بنحطهم مع كوبايتين من الميه مع نص كوب من الزيت مغلي مخلطين بالفانيليا، ويغلوا على النار مع ذره ملح. غلت الميه مع الزيت مع الملح مع الفانيليا، دخل الفرخه كده مع بعض هي والكشنه في قلب الفرن. العب هو ده. زي الفل. ونسيبها تكمل سواها في الفرن. وبعد كده بنعمل بناخد بلح الشام، بناخد الدقيق ننزله على الميه المغليه والزيت والفانيليا،
ونعجن العجينة بعد ما تهدى شوية، وبعدين نحطها في القمع بتاعنا ونقلي في قلب الزيت. دي مهمة جدا. هنجيب طبق أبيض كده عشان نطلع فيه المراسيع اللي بتستوي. دول أربعة حلوين قوي. يلا نعمل كمان أربعة احنا مع بعض. ناخد العجينة دي كده اهو. بس ونسيبها على النار هادية. ايه فكرة المراسيع دي يا عم الشيف؟ حاجة كده عاملة زي الايه؟ البان كيك. حلو؟ أو القطايف. بعد ما بنطلع المراسيع دي بنسيب، بنجيبها بالساطور بسكينة بنكسرها ونخلط بيها الموز، أو نخلط بيها التمر، أو نخلط بيها التلاتة مع بعض، تمر موز وعسل. عايزة بقى الطبق ده على فكرة طبق صحي جدا، قيمته الغذائية عالية جدا، مليء بالسعرات الحرارية، الرياضيين ممكن ياكلوه، اللي بيبذل مجهود كبير يومي ياكله، ياكل منه معلقتين، فيها موز، فيها دي بر، دي كامل، دي في كل القشريات، في كل المعادن، في كل اللي انت بتدور عليه، لأن الدقيق الأسمر بيطلع من القمح المقشور، معانا الموز بوتاسيوم ومغنيسيوم وكل المعادن، هيبقى فيها تمر مش محتاجين نتكلم عنه. المفاجأة بقى لو حطيت معلقتين عسل تبقى زي الفل، عسل زهرة البرسيم، سيبك من العسل الغالي. جيب زهرة البرسيم بتاعنا ده لطيف وجميل والناس بتدور عليه مش لاقياه. أطفى أولى، خلي بالك أنا بعشقه، ما بحبش عسل الموالح، بيعمل حموضة مع الاستخدام الكتير. نقلب العجينة بتاعتنا أهو. عجينة المراسيع. عاملة زي القطايف. بس القطايف ما بتتقلبش. زي الفل. نبص على السليج. الله، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ السليق كده استوى، شربوا اللبن، ظابط الملح. شفت ازاي انا بقول ليه المرج يبقى لونه ابيض؟ عشان السليق ما ينفعش لونه يبقى غير كده. والسليق ده على فكره اكله قيمتها الغذائيه عاليه جدا. ايه الفرق بين السليق والهريس؟ حد يقول لي من الساده المشاهدين. سؤال صعب. مش لازم تعرفوه يعني. الفرق بين السليج والهريس، السليج بيتعمل بالرز المصري مع اللحم والدجاج. الهريس بيتعمل بالقمح المدشوش او القمح المجروش مع لحمه او دجاج مهروس فيه، عشان كده اسمه الهريس. لازم اللحم يتهرس جواه او الدجاج يفصص وينضرب في قلب الكبه ويبقى مهروس مع اللحم. برضو دي من الاطباق اللي قيمتها الغذائيه عاليه جدا ومليانه سعرات حراريه. اخواننا في السعوديه بيعشقوها، والاكله مشهوره جدا اسمها الهريس اهو. غير السليج، الاثنين مشتركين في حرف السين. هو ده. لا ده مش رز اللبن. تعالوا نغرفه مع بعض. انا عموما بعشق المطبخ العربي، ولذلك اطلقوا علي امير المطبخ العربي. كفايه عليا. هنجيب السرفيس ده كده يلا، ونغرف الاكله دي في الجاط الكبير ده كده، او في الصدر الكبير ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا بينا. هو ده هو ده. ده السليق. اللهم صل على النبي. هنسيح معلقتين سمنه بلدي دلوقتي ونحطهم عليه مع الكشنه. لازم بشكل عشان اخواننا اللي بيتابعونا ويشوفونا نبقى احنا بنشتغل صح، عشان احنا بنقدم محتوى ومحتوى صحي، محتوى مفيد. دي القرفة، ده اللومي لازم يظهر على الوش كده، علاماته تبان كده. حلو. المراسيع تاني نعمل شوية واحنا واقفين كده بنتسلى مع بعض. مطبخ النهاردة للأمانة قيمته الغذائية عالية جدا، محتوياته كلها مفيدة للشباب للرياضيين زي ما احنا عايزين. تعالوا مع بعض نسيح معلقتين سمنة. يا نعم. في طاسة على النار، نار شديدة، بناخد معلقتين سمنة حلوين. سمنة على وش السليج يا شيف. حلو. ناخد الكشنة الحلوة دي ونحطها هنا كده.
أكلة محتوياتها فيها لغز، فيها قيمة غذائية عالية جدا. نجيب الفرخة من النار، تعالي يا حلوة يا بيضة، ده الدجاج اهي. الله، حلو قوي. تشيل الفرخة دي كده، خلي بالك مهم جدا وانت بتشتغلي هنا تبقى عارفة اللي انت بتعمليه علشان شغلك يطلع زي الفل. هناخد البانيز ده كده نسقطه كده، ألف هنا وشفا. ده السليق على أصوله، يقعد القرفة ده يتحط كده، نروع عليه كده. إخواننا اللي بيتابعونا يراجعونا، حلوة يتابعونا يراجعونا. دي طلعت معايا إزاي مش عارف. السمنة البلدي أخبارها إيه؟ آه آه، تسيح السمنة، تدوب السمنة، أخبار المراسيع. وأنا شغال أعمل 20-30 واحدة بقى اللي ربنا يقدرنا عليه، عشان عايز أعمل طبق حلو كده وجنب جيران ما يسمعوش عن الأكلة دي، ممكن أهاديهم. الطبق مش هيرجع فاضي، هيرجع فيه بصارة، هيرجع فيه رز بلبن. يا عم فاروق أنت نفسك في الرز بلبن؟ هيرجع فيه مهلبية. المهم إن إحنا عندنا المصريين عادات بتورث للأجيال، لما بنهادي حد من الجيران الطبق ما بيرجعش فاضي. نشتغل ونحط شوية كمان. هنهرس السليق ده، هنهرس المراسيع دلوقتي بالساطور، ونحط عليها التمر والموز، ونشيل كل حاجة من هنا بقى، مش عايزين لا بصل ولا ثوم، هنخلي الزبدة بس. حلو، ونشيل التوم كمان طالما نشتغل في حلو. عينيا، انا مش عايز بوتاجاز تاني بس عشان اريحك من القصه. بص بص هنا، بص على الحلاوه دي، بص الجمال ده، هو ده يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده ده السليق. حلو قوي. المراسيع، شويه الهريسه دول حلوين قوي على فكره. طبعا الفرخه كده، دول هم الحكايه على فكره. دول تاكلهم بالعيش ماشي، تاكلهم مع الرز ماشي، حلوين قوي. اخبار التمر، تعال نشتغل مع بعض المراسيع بقى. بنجيب بلانشه نضيفه زي دي كده، ونجيب موز. على فكره لما بنعمل كميه كبيره ايه اللي بيحصل؟ بينزل في المفرمه كله مع بعضه، الموز مع المراسيع. الله على الموز، مستوي. نهرسه كده، حلو قوي. بنجيب العجينه بتاعتنا الحلوه دي كده، ونمسكها كده برضو. المفروض بعد ما تبرد شويه عشان ما تعجنش مننا. زمان كانت امي الله يرحمها بتعمل الاكله دي في الفرن وهي قاعده بتخبز كده، تخلص الخبيز العيش اللي بقى عندها تحطه في قلب الفرن، يطلع مستوي جامد، تيجي مكسراه وحط عليه سكر بتاع التموين. والله العظيم طعمها بوق لغايه دلوقتي. اللي بيتابعنا دلوقتي من الزمن بتاعي فاكرها، العيش اللي باقي او رغيفين ثلاثة أربعة كده كمية مع بعضهم يتحطوا على المطرح، يخش جوه الفرن، تطلع اللقمة مستوية، اسمها بقورة ومش عارف اسمها، خبزة كبيرة يعني كده تطلع. والله ناسي اسمها للأمانة، فكروني بيها على السوشيال ميديا. تتكسر بالسكينة أو بيديها وتحط عليها سكر بودر، كان الواحد ياكل صوابعه وراها. حلو الكلام؟ اسمها ايه؟ سكينة؟ والله ما فاكر يا فاروق، قول لي عليها، مش عارف اسمها ايه. قرص عيش مش عارف يعني، هو لها اسم كده، انا هجيبه يعني بعد الفاصل. هناخد العجينه دي كده مع الموز اهو مع التمر، كل ده مع بعضه، ونقلب ده زي الفل اهو. شفت الهريسه المراسيع اهي بالتمر بالموز، ناخدها في الطبق زي ما هي كده. الله، تتاكل بالمعلقه دي يا شيف. ويا سلام لما ينزل عليها الخبز او المراسيع وهو سخنه كده، الموز بيدوب جواها مع التمر، او تسخن التمر، المهم ان يكون في حاجه سخنه في قلبيهم، يا التمر
يا المراسيع، حاجة من التلاتة يعني. عشان الموز لونه ايه ما يغيرش. هنجيب العسل بتاعنا الحلو. الطبق ده على فكرة صحي من الدرجة الأولى ومفيد جدا. هنجيب العسل بتاعنا ويجعل أيامنا كلها عسل يا رب. قولوا أمين، سامعيني؟ ها، مش هنخسر حاجة لما نقول أمين. دي المراسيع، فيها الموز، فيها العسل، فيها العجينة الطيبة، بنديه الأسمر. حلوة أوي، ألف هنا وشفا. اللي حابب يرش عليها رشة قرفة ماشي، ممكن يدخلي شوية حبهان مع عجينة المراسيع ماشي. تعالوا مع بعض نعمل الكنافة تاني بالايس كريم مانجا. المقادير على الشاشة بسرعة، دي جاهزة وخالصة معايا، الايس كريم جاهز والمانجا معايا والكنافة معايا. نعمل لنا 5 6 كاسات، لو مخرجنا احنا خلصنا ممكن يقفل علينا واحنا شغالين مع بعض عادي زي الفل. هنشتغل ويقفلوا علينا عادي، عشان احنا بكره اجازه. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل الكنافه مع الايس كريم. معانا كنافه، معانا مانجا مخليه ومتقطعه، معانا كريم شانتيه اللي هو الايس كريم فانيليا، عاملينه ومجهزينه، ومعانا شربات ويجعل ايامنا كلها شربات. حلو الكلام. يتعمل ازاي يا عم الشيف واحنا مع بعض حالا؟ اهو معلقه معانا زي الفل، والمعلقه دي ما يكونش عدى عليها بصل ولا توم. نجيب الكاسات الحلوه نحط فيها الكنافه. الله، دي كنافه متحمره في سمنه بلدي. وناخد المانجا الحلوه دي كده. يا ويلي يا ويلي اهو. وناخد مانجا برضو هنا نحط هنا. شفت المانجا ولون المانجا؟ تتكلم مصر، قمع من السكر اهو. انزل بالمانجا، انزل بالتفاصيل. معانا ايس كريم فانيليا. الله، زي الفل. تمام، تسيبونا اعيش مع الايس كريم والمانجا لان كلبه الصغير لا يتحمل. بجد انا هخلص الحلقه دي واقوم بكاسه من دول. معانا النهارده السليق من المطبخ السعودي بتفاصيله بتركاته بالحب للمطبخ السعودي والشعب السعودي. معانا المراسيع، معانا المراسيع الحلوه كمان عملناها بالموز والتمر او العجوه بتاعتنا بتاعت سينا والواحات. عملناه بالعسل الجميل بزهره البرسيم بتاعنا من خير ارضنا. وشغال في الايس كريم بالمانجا برضه، بتتكلم مصري. رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.